مساء الفل عليكم أشباح وجمال تمسي على دماغكم والناس يا جدعان اللي عارفة إن أنا دماغي عالية وزي كده. أنا بقول لكم أنا معايا شهادة معاملة مستور مطلعينها لي صحابي اللي بيضربوا معايا، والناس اللي فاهمة إن أنا تاجر مخدرات، أنا مش تاجر مخدرات، استغفر الله العظيم، أنا ديلر. ديلر يعني مش عمري ما تاجرت في المخدرات. وفي فرق بين تاجر المخدرات والديلر، الديلر اللي هو قطاعي وزي كده في السيفن توت، لكن التاجر ده اللي هو بقى ايه بالطن وزي كده. فاستغفر الله العظيم انا ما بشتغلش في الطن والحاجات دي، انا بشتغل في الحاجات الصغنونه اللي... وعلى فكره يا جماعه انا ما بتكلمش كده خالص، دي شخصيتي. بقى ايه القصه بقى؟ الناس هتبدا عرفنا انت جننتنا، انت عشتنا في الحاله كده. ايه اللي حصل؟ يا اهلا بيك واهلا، يا اهلا وسهلا بيك معانا على بوابه عبد الساطر. عايزك تعرفني بقى الشخصية اللي خدتك، عرفتك بالناس، ليه انت لسه مقلدها دلوقتي؟ بصوا يا جماعة، جات لك ازاي اصلا؟ بص انا كنت في 2013 كده او في اخر 2012، كان وقت ظهور اليوتيوب والانتشار اللي كان حاصل وقتها باليوتيوب، وظهور بقى زي حد زي شادي سرور والناس. يعني انا بدأت في المرحلة دي، فقررت اعمل برنامج كوميدي ساخر. فعملت كذا شخصية، عملت ولد فرفور كده، وعملت ولد مثقف، وعملت ديلر. يعني شامبر. ثلاث اللي هو شامبر. شامبر. الفرفور ده كان اسمه توت. والمثقف ده كان انا مش فاكر اسمه ايه، وشامبر. شامبر. فجأة. لا بس اللي علق مع الناس. هو اسمه ولا مثقف ولا فرفور ولا شامبر. هو شامبر. باش احنا الشارع. شامبر. وبقيت انا حاطط التليفون بتاعي. عشان المنتجين لا قدر الله لما يشوفوني يبعتوني بقى. اللي حصل بقى ايه؟ بقت الناس تكلمني تقضي مني. والله ما بهزر. اغرب تليفون جالك ايه؟ كل ما فيش، هو كل التليفونات غريبه. انا كل اللي بيكلمني انت فين؟ عايزين انت فين يا ابني؟ فاقول له لا، مين معايا؟ يقول لي انا فلان الفلاني، انت فين؟ اقول له انا في العمرانيه. يقول لي طب بص، بس ده بعيد عليك، طب بص هتجي لي جيب لي نص وانا هظبط لك الفلوس المواصلات وبتاع. اقول له على فكره انا ممثل والحكايه والروايه. يقول لي يا عم ممثل ايه يا عم؟ يا عم ما بنسجلكش يا عم، تعالى. فبدات شغل المخدرات. فانا لا لا يا اخي. فانا طبعا يعني هل الناس صدقت للدرجه دي؟ طبعا. فبدات اعمل بقى فيديوهات. انا اصلا رياضي. توعويه عن مكافحه المخدرات. فاروح اصور نفسي في الجيم وانا بلعب رياضه يا جماعه، وايه واطلع اقول للناس، لان انا عايز اقول للناس ان انا مش ده. انت اتشهرت شامبر، ما انت الناس ممكن تاخدك قدوه دي تبقى مصيبه. فاروح اقول للناس كده، فيحصل ايه بقى؟ بيحصل لا ما تشتغلناش انت بتشرب شامبر. يا عم انا اهو في الجيم اهو وما بدخنش. انا ما بدخنش يا جماعه. لا لا، هو وناس تقابلني اوعى تقول كده هزعل منك، اوعى تقول انك تشربش تاني يا عم، انت بعمل ايه طيب؟ بطلت، قول لهم بطلت. مفيش، هو الناس حبت الشخصيه. طب ليه بقى؟ ليه؟ في مفردات انت استخدمتها. بص هو في الشكل، في اللغه. الشخصيه دايما. بص هقول لك على حاجه، دي في الكوميديا بجد. لو انا شكلي كويس قوي، ولابس كويس قوي، وراكب عربيه كويس قوي، وبتكلم كويس قوي، ونموذج لطيف كده، ايه اللي هيضحك في كده؟ مفيش اي ضحك خالص. طب لو انا واد شعبي مسطول، غبي، متخلف عقليا، عندي سوء تفاهم، لابس غريب، في ميس اندرستاند طول الوقت في اللي هو الناس الضايع عليه، السلوك ضربه في بعض، السلوك ضربه عنده، هنبدا نضحك. فدايما الشخصيه اللي بتضحك هي الشخصيه اللي انت مدعي الثقافه. يعني شامبر ده دايما يدعي انه فاهم في كل حاجه. يعني مثلا طب ادينا كده حته من بتوع يعني شامبر. يعني بتقول لي شامبر انت برج ايه؟ برجك ايه يعني؟ ايفل. لا لا لا، بتقول لي حالتك. بتقول لي حالتك الاجتماعيه ايه؟ قلت لها حالتي الاجتماعيه برج العذراء. فهي عارف انت طول الوقت هو ما ينفعش يقول انه مش فاهم. يعني فاهم انت الشخصيه دي اللي هي دارس واعي ودارس عن النت كل حاجه. وبعدين بتقول له ما شاء الله انت عارف كل الله قبل انا دبلوم سريع قسم زرافه وفاهم ودماغي مفهمان. يعني ايه دماغي مفهمان؟ فهمان يعني فاهمين. طب قول لي في ابتداعات انت يعني خدتها شخصيه بدايه وبعد كده طورت فيها لحد ما وصلت، اكتر رد فعل للناس يعني عجبك وصدمك في نفس الوقت،
يعني عجبك قوي ايه هو بلاوي. صدمك قوي ده بلاوي والله زي ايه مش عارف احكيها ازاي ده انت في فيديوهات وصلت ليك لرقم مرعب من المشاهدات في فيديوهات وصلت 20 و25 في 40 مليون فيديو الحسن ده كان انا كنت بعرف حد مش عارف هو اسمه لو عرف ان انا بتكلم عنه هيحسدني الشخص ده بس انا سميته في الفيديو حماده كشاف الشخص ده بياخد فلوس من الناس والله مش بهزر عشان ما يحسدهمش يعني بياخد ايجار شهري منك عشان عينه ما تجيبكش يا ساتر فاكرني بهزر يا ساتر يا ساتر طب قول لنا حاجه يعني مره مثلا هو واحد صاحبه اصطاد سمك سمك قراميط من البحر لا في بورسعيد بورسعيد لا يبقى اغلى في المعديه فحطت اربع سمكات كده جنب يعني على بعد مثلا 3 متر كده من البحر وحطيتهم في تعرف الناس في الاصطاد دايما بيحطوها في قفه كده وماشي ايوه عارفها بتاعت الصيد فهو كان فوق ففلان الفلاني ده اتصل بيه اللي هو اللي انا سميته حماده كشاف ايوه اتصل بيه قال له بقول لك يا زميلي قال له ايه؟ قال له السمك ده يخصني انا هاكل منه صاحبنا قال له ده مالكش دعوه بيا فلان الفلاني وانا جايبهم يا عم انا هشويهم واديهم لعيالي وبتاع ماشي قال له براحتك قفل الراجل بيحلف لي بالله وعمعاه شهود اقسم لك بالله ان السمكه منهم سمكه منهم نطت على المعديه واحد الثاني الثالث في الميه الثلاثه لا واحده السمكه عشان تنزل الميه قامت عامله جامب كده على المعديه وجامب ثاني والثالث في الميه يعني انت متخيل المدير بتاعه وراح للمدير بتاعه مره بيقول له انا عايز اجازه قال له لا مش هديك يا فلان قال له مش هديني كشاف اسمه كشاف احنا ما بنخافش قال له بقول لك هيحسدنا عليه موبايل بص الجمله هديها لك في العربيه قال له كده هديها لك في العربيه يا نهار اسود الراجل اصلا المدير ده بيمشي ايه بيمشي 60 قال لك هيعمل لي ايه ده انا بمشي جنب الحيط انا سلحفاه اصلا بالظبط الراجل ماشي على 60 وبياخد يوتيرن اقسم بالله العربيه تلات ساتر يا رب ايه اتقلبت على معرفه شخصيه بيه لا انا يعني اعرف ناس على يعني واحد صاحبي ما تقولش اسمه ليه في الباص كان هربان منه في يوم فرحه فاتكلم صاحبه قال لهم فلان الفلاني ده ما عزمنيش في الفرح ليه انا جاي معاكم فاتصلوا بيا فلان الحق ده كان معانا ايوه في كبسه كده طب انا عامل ايه دلوقتي طب انا عايز اعيش اول ما دخل اقسم لك بالله ده بقى موقف يعني مش ده حصل بجد يا باشا ده بيتعمل كتاب اول ما دخل النور قطع والفرح خلص هو ممكن يكون عادي صوت كل دي صدف لحظه عابره لا بقول لك ما جاش تاني النور بقى كان بيقطع زمان صاحبي ده فرح جدا ان جت على قد كده مفيش اصابات بقى في بني ادمين وبتاع طبعا لودر دخل الكهرباء والله العظيم طب عايزينك بقى تدينا حته غنى حته ايه؟ حته غنى لا انا معلش دلع جمهورك شامبر باشا بلغه شامبر والله ما اعرف خالص اغاني طيب اللي فارق معاك ايه شخصيه شامبر ولا شخصيه حمادك الشاف لا بص والله الحمد لله انا يعني كل الحاجات طالما انت بتبذل مجهود في شخصيه بتطلع مفرداتها عشان تضحك انا اللي بيهمني ان الناس تضحك كان حمادك الشاف كان شامبر كان اشرف انا بعمل فيلم اسمه سنه اولى خطف مع اخراج الاستاذ اسامه عمر صديق اخويا وبطولة بيومي فؤاد واحمد فتحي ومي كساب وانتاج الاستاذ اسامه والاستاذ وليد. لا يعني مش شامبر خالص. انت فاهمني؟ متغير من جنة. بعمل فيلم مسلسل تاني اسمه اربعه في مهمه زوجيه. وده الجديد ده خلص ولا لسه؟ لا ده خلص في المونتاج ده. اوكي. ده ضحك تاني خالص. ملوش اي علاقه بشامبر. شخصيتك ايه بقى فيه؟ ده واد برضو على الله كده بس يبقى شامبر هو شامبر لا بس مش شامبر يعني مش اداء اصل شامبر ده اللي هو شبهك فول لا ده حاجه تانية خالص اللي هو ايه شنب اللي هو بتاع احمد زكي في اربعه في مهمه زوجيه رسميه وفلحش شويه اللي هو لا موضوع تاني خالص موضوع لايق قوي يعجبكم انا مراهن على المسلسل ده بصراحه بإذن الله كل التوفيق ليك بس الجمهور عايز يسمع نكتة بلغة شامبر نكتة؟ نكتة حلوة كده تكون بلغة شامبر بس اللغة المؤدبة صعبة قوي ادينا واحدة نص نص طب هقول لك ماشي واحد المدينة كلها أغبياء فالمدينة دي في حفرة كبيرة قوي كل ما حد يمشي يعدي الشارع يقع في الحفرة دي
فعملوا مؤتمر صحفي يشوفوا اقتراحات الناس في الموضوع الحفره ده. فواحد قال لك يا جماعه احنا نحط عربيه اسعاف جنب الحفره، اي حد يقع على طول على المستشفى ودي لي اسعاف ننقذه اسعاف اكتر خيرهم. تاني واحد قال لك لا احنا عشان السرعه والحاجات الحديثه احنا نجيب طياره هليكوبتر، اي حد يقع في الحفره دي ياخدوه على المستشفى.